رجعنا مع حضراتكم مره تانية، لسه مكملين فقراتنا في كلام في الميديا. ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور. منورنا. الله يخليك يا استاذ شيماء، سعيد ان اكون موجود معاكي وسعيد ان انا اكون موجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. عايزين طبعا نتكلم مع حضرتك النهارده عن الدوري المصري الممتاز. شايف البطوله ازاي؟ شايف ايه التطورات اللي حصلت في الموسم الحالي عن اي موسم تاني؟ يمكن شعار هذا الموسم يمكن في انديه كتير جدا حبه فوق وحبه تحت. يمكن في أندية ظهرت بشكل كويس جدا في بداية المشوار الدوري وتراجعت، وفي أندية بدأت بشكل مش موفق وبعدين أدت مستويات رائعة. ويمكن لو بصينا للمقاصة، يمكن المقاصة كان بادئ مش كويس، بدأ دلوقتي يكون متواجد بشكل كبير جدا. بيراميدز ماشي بشكل كويس دلوقتي برضو في الدوري. يمكن أبرز ظاهر الدوري هذا الموسم، يمكن احنا في الأسبوع 16 ودلوقتي 12 مدرب يتم إقالتهم. من يعني 12 مدرب، وفي أندية غيرت اثنين وغيرت ثلاثة زي بيراميدز مثلا. ده كابتن حسام حسن هو ثالث مدرب يقود نادي بيراميدز. دي يمكن دي ابرز الظواهر. يمكن طبعا عشان برضو نتكلم على حسم الدوري، في ناس كتير بيجي تقول ان الزمالك قرب، يعني برضو لسه الموضوع بدري جدا. لسه كابتن محمد يوسف اتكلم عن الموضوع ده وقال لسه بدري جدا على الكلام عن الدوري وعن مين متصدر الدوري وعن نتائج الدوري وعن الفوز في هذه النسخه من الدوري المصري الممتاز. قال الكلام ده لسه بدري قوي عليه. الحقيقه خاصه النادي الاهلي لعب 7 مباريات من 16 اسبوع، فالموضوع لسه بدري جدا. لسه يمكن مباريات. بس يمكن انت عارفه النادي الاهلي دايما في ضغوط عليه كبيره جدا من جماهيره، ودايما يعني رغبه على طول ان النادي الاهلي يكون في يعني فايز على طول، ما بيقبلوش حتى بالتعادل. لو انت بتتعادلي في مباريات بتبقى زعلانه. تخيلي بقى ان الاهلي 7 مباريات يفوز في 3 ويخسر 2 ويتعادل في 2، 11 نقطة بالنسبة له ده يعني كان ضغط على الجمهور أكيد. طبعا فطبعا احنا اكيد النادي الاهلي طبعا مصدر ثقة كبير جدا، جماهيره بتثق فيه بشكل كبير جدا. ولكن برضو النادي الاهلي محتاج تدعيمات في شهر يناير بشكل كبير جدا. ويمكن تدعمات دي التصريحات اللي طلع بيها كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال انتظروا صفقات سوبر في المرحلة القادمة ان شاء الله في يناير القادم. ودي اللي هتبقى يعني نبرة الامل بالنسبة لجماهير النادي الاهلي، بالنسبة للناس اللي بتحب النادي الاهلي منتظرة اكيد يعني لتغيير شكل كبير جدا. الجمهور مستعجل قوي ان هو مستعجل عشان انت بس هو اكيد ماشيين، يعني اكيد الجماهير ماشيه بالطريقه الصح. الجماهير مشكلتها جماهير النادي الاهلي او جماهير الانديه الكبيره ما بتنتظرش، يعني زي اللاعب كده ما بيحصل على في لعيبه بتحصل على فرصه ما بتقدرش تستغلها، فبترجع تقعد على دكه البدلاء وبتبقى خارج السكور. جماهير النادي الاهلي مطالبه دايما، ان مطالبه ناديها الكبير الافضل نادي افريقي ان هو دايما على طول بيحقق نتائج ايجابيه. اي نتيجه سلبيه بيبقى مردودها فعلي، بيبقى مردود سلبي تجاه الجماهير، فطبيعي جدا تلاقي الجماهير بتبقى عاوزه النادي الاهلي في احسن صوره وفي احسن اداء. اعتقد ان النادي الاهلي عشان يخرج من المأزق اللي هو موجود حاليا ده لعيبه سوبر، اعتقد ان هو في لعيبه كتير جدا النادي الاهلي وضع ايديه عليه وبدات في مفاوضات فعليه. واعتقد النادي الاهلي عارف، اداره النادي الاهلي عارفه فعلا النادي الاهلي محتاج لعيبه سوبر. يعني اي لعيب دلوقتي عشان يجي النادي الاهلي يعني لو مستواه 70% او 80%، انا ما اعتقدش ان هو يقدر يكون يعني يبقى يظهر بشكل كويس مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني مطالب ان هو في لعيبه سوبر، في لعيبه كتير جدا. اعتقد النادي الاهلي في حسين الشحات، في محمد محمود لاعب وادي دجله لعب كويس جدا، في محمود وحيد الظهير الايسر لمصر المقاصه موجود في الصوره، في علي غزال، في عدد كبير من اللعيبه النادي الاهلي يعني داخل فيهم. واعتقد ان في لعيبه يعني برضو ممكن يدعم بلعيب افريقي برضو. صحيح. واعتقد ان ده هيبقى فيه انت عارف موجود عندك 4 لعيبه افارقه، فهيضطر يستغنى عن اللاعب. فالاهلي محتاج لعيبه سوبر عشان يخرج من المأزق اللي هو موجود حاليا فيه. طيب كمان لو هنتكلم عن التغييرات اللي حصلت امبارح في لقاء النادي الاهلي مع المقاولين العرب، وكمان لو هنتكلم عن اعاده بقى دخول احمد الشيخ وناصر ماهر في اللقاء، طبعا اتكلم كابتن محمد يوسف وقال ان هو كان حابب ان هو يضخ دماء جديده للفريق، وطبعا اتكلم برضو عن البدايه بصلاح محسن وقال انه للاسف تعرض لاصابه في بدايه اللقاء وده اللي خلاه يخرج سريعا وينزل مكانه مروان محسن في اللقاء خوفا من تفاقم هذه الاصابه. يمكن صلاح محسن من اللعيبه غير المحظوظين، كسرت اصاباته في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ديت، يعني لعيب بيصادفوا سوء حظ غير طبيعي. صلاح محسن انا بعتبره من افضل رؤوس حربه موجودين في مصر دلوقتي، لعيب عنده امكانيات صغار في السن بس عنده امكانيات كبيره جدا، لعيب بيعرف يجيب جون كويس، بس ولكن اصاباته. يمكن الاهلي ما كانش محظوظ
امس في اصابه صلاح محسن بعد 5 دقائق. فانا في علامات استفهام كتير على كثره اصابات صلاح محسن، لعيب كويس جدا. اعتقد ان مروان، في ناس كتير بتتكلم على مروان، يمكن مروان كان مظلوم في النادي الاهلي، في ناس كتير بتقول مروان لا يصلح انه يلعب في المنتخب. لا، مروان من اللعيبه كويس جدا، بس عنده كان في مشكله النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي. مروان يعني احسن ميزه بالنسبه له ان هو بيعرف يجيب جون براسه، بيتميز ان هو فده كانت ميزه مروان محسن. ولكن يمكن الفتره اللي فاتت دي ما كانش فيه الاجناب في النادي الاهلي، ما كانش فيه اوفرات، فيه كور عرضيه كتير على مروان محسن. النادي الاهلي بس جماهيره محتاجه الصبر شويه على اللعيبه اللي موجوده. كمان احسن ظهير ايمن وايسر في القاره السمراء كلهم مصابين دلوقتي. لا ما انا بقول لك هي مشكله النادي الاهلي حتى في مباراه الترجي ان هو كان فقد عدد كبير من اللعيبه اللي هم فعلا عناصر الخبره اللي كانت تقدر تعمل حاجه في رادس هناك. ولكن انت عارف فقدت وليد ازار، فقدت علي معلول، اللعيبه دي اللي كانت مهمه. واعتقد ان مؤمن زكريا، اعتقد ان هو انا اتمنى ان يكون متواجد مع النادي الاهلي. مؤمن زكريا حتى لو بعيد عن المباريات، بعيد عن مستواه، مؤمن زكريا في الماتشات الصعبه بيبقى له كلمه وبيبقى له بصمه. فاعتقد ان مؤمن زكريا، اتمنى النادي الاهلي يمكن خبره ولعيب كويس، ولعيب لعب في الاهلي، لعب في الزمالك، لعب في المنتخب، فعنده خبرات كبيره جدا، ولعب في الدوري السعودي فعنده خبرات كبيره جدا. اعتقد ان النادي الاهلي طبعا هيعي، طبعا اي لعيب يعني هيبقى هيضيف له الفتره اللي جايه ديت، هيبقى حريص ان هو يعني يكمل معاه خلال الفتره اللي جايه. النادي الاهلي محتاج اللعيبه الخبره، محتاج اللعيبه اللي تقدر فعلا تصنع الفريق معاه. النادي الاهلي ان كان بيمر بازمه، فدي طبيعي جدا. النادي الاهلي مر بازمات كتيره جدا، مش اول ازمه تمر بها النادي الاهلي، مش اول مره. يمكن الناس بس زعلانه وغضبانه النادي الاهلي يطلع من بطولتين في اسبوع واحد، يمكن في البطوله العربيه ومن قبلها في ماتش نهائي افريقيا كانت طبعا كل الناس زعلانه. ولكن انا يعني انا كنت اتمنى انا شخصيا ان يتم الاستعانه بكابتن مختار مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ديت. عنده لعيب مدرب عنده خبرات كبيره جدا، فاهم لعيبه النادي الاهلي، بيتفرج على ماتشات النادي الاهلي. يمكن المدرب الاجنبي اللي هيجي النادي الاهلي هيحتاج وقت، وعشان انت برضه تقدري تحكم عليه، انت مش تقدري تحكم عليه من ماتش ولا ماتشين يعني ولا ثلاثه. حضرتك شايف ان الافضل يبقى في مدرب محلي؟ انا من وجهه نظري انا الفتره دي كانت محتاجه مدرب وطني، او الكابتن مختار او الكابتن علي ماهر. مع احترامي الكابتن محمد يوسف عنده خبرات كبيره برضه، ولكن انا شايف ان محمد يوسف هو اللي قاد النادي الاهلي في 2013. انا عارف محمد يوسف بقول لك مدرب عالي، بس انا يمكن خبرات الكابتن مختار افضل. يمكن حتى كان الكابتن مختار دايما ما كان موجود مع اي فرقه بيبقى له بصمه، حتى مع الانتاج الحربي بيقدم مستويات رائعه. الكابتن مختار مستوى عن المدرب الاجنبي. انت لو بتتكلمي من بدايه الموسم كنا نجيب مدرب اجنبي ما فيش مشكله، كان هيبقى في وقت. انما المشكله في النادي الاهلي دلوقتي اللي انت عاوزه واحد يكون عارف الفرقه. يعني دلوقتي الماتشات كلها هتبقى ضغط، الماتش شهر ديسمبر اللي جاي عندك ماتشات مؤجله كتير، فهتلعبي ماتشات، فالمدرب الاجنبي هيحتاج وقت. اللي موجودين الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده خبرات كبيره طبعا، وجوده معاه والجهاز الفني والجهاز المعاون هيبقى برده هيبقى طبعا هيبقى هو بالنسبه له المرايه بتاعته في مع الجهاز الفني. ولكن انا كنت بفضل الكابتن مختار يقود النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ديت. ولكن اي مدرب هيجي النادي الاهلي هو عارف. بس احنا لما بنتكلم بصراحه في موضوع المدرب المحلي، مع احترامي طبعا للكابتن مختار على راسنا من فوق، يعني من افضل المدربين الموجودين في الدوري المصري الممتاز، بس الكابتن محمد يوسف ما هو موجود. لو احنا هنفضل نتكلم عن مدرب محلي فالافضل هو يعني يكمل كابتن محمد. انا بتكلم في يعني كابتن محمد يوسف مدرب عالي ومدرب مدرب له تجارب كتير جدا، وكان موجود مع النادي الاهلي وله خبرات كبيره جدا. ولكن انا بتكلم ان كابتن مختار عنده الخبرات التدريبيه طبعاً. اكتر بس يعني دي لو فاهم لو بصينا لها كده هنشوف مين امتى النادي الاهلي فاز باخر لقب افريقي، فهنلاقيه كان تحت قياده كابتن محمد يوسف. خلينا نروح كمان لازمه الجمهور امبارح في لقاء النادي الاهلي والمقاولين العرب. شفت الازمه دي ازاي؟ برضو لازم نتكلم ان اداره النادي الاهلي كثفت مجهوداتها واتصالاتها مع وزير الشباب والرياضه عشان يقدروا يحلوا الازمه دي. لكن طبعا في الاخر النهارده اتكلم العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وقال يا ريت ما تحطناش في مأزق قدام جمهورنا. صحيح. يمكن المشكله بس اللي بتواجه اتحاد الكره، المشكله اللي بتواجه الانديه الكبيره، المشكله اللي بتواجه حته حضور الجماهير دي الامن. يعني قرار الامن هو يعني حتى لو اتحاد الكوره عنده رغبه، هو اكيد عنده رغبه ان هو الجمهور يبقى موجود بشكل كبير، مش 5000 بس في الماتش، لا هو عاوز الاستاد يبقى 60000 في المباراه. ولكن الامن اللي بيحدد مصير الجماهير. اعتقد النادي الامن هو صاحب القرار في هذه يعني منع الجماهير النادي الاهلي في مباراه المقاولين. طبعا النادي الاهلي محتاج الجماهير، محتاج تدعيم له الفتره اللي جايه دي من جماهيره.
ولكن الامن هو صاحب القرار. يمكن الامن هو اما بيلاقي حاجه ممكن تعمل مشكله او تثير مشكله بيبقى من خلاله هو. اتحاد الكوره بيبذل ما عليه، ونفس الامر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه طبعا اكيد مش هيتاخر عن يعني النادي الاهلي بيطالب بحقه. يعني انت طالما بتدخل جماهير 5000 في المباريات الثانيه، انا من حق انا رخم يكون موجود ومن حقه، ولكن هي المشكله مشكله الامن. الامن بيبقى له حاجات ثانيه احنا مش شايفينها، فبرضه احنا لازم لابد ان احنا نحترم قرار الامن. يعني انما اتحاد الكوره لو تخاذل ان هو ينفذ قرار او الامن موافق واتحاد الكوره تخاذل او وزير الشباب والرياضه تخاذل في هذا الامر، يبقى فعلا يبقى لا النادي الاهلي له حق، ولكن هي المشكله الامن هو صاحب القرار. زي برضه لو اتكلمنا على مباراه المصري، حتى الان المصري مش عارف يلعب مباراته على استاد بورسعيد بسبب برضه ان الامن اللي رافض الامن. فاتحاد الكوره موافق ووزير الشباب والرياضه موافق، ولكن هو القرار في الاول وفي الاخر يرجع للامن. صحيح. طيب هل الفتره القادمه محتاجه الدعم الجماهيري لفريق النادي الاهلي؟ طبعا. يمكن النادي الاهلي دلوقتي يمكن في عدد كبير من اللعيبه فاقدين الثقه بانفسهم، فعشان انت عشان ترجع ثقتهم من نفسهم لازم يبقى في دعم من الاعلام، دعم من الجماهير اللي بتحبهم. حتى لو الاهلي يعني بيمر بازمه، فالازمه دي هتبقى مؤقته أكيد. مع الدعم من جماهيره كبيره جدا. بيبقوا زعلانين، ولكن في نفس الوقت برضو النادي الاهلي عارف وجماهيره عارف، جماهير النادي الاهلي عارفه ان النادي الاهلي يعني يمرض ولا يموت. صحيح. فمحتاج بقى الفتره اللي جايه ديت محتاج يبقى تدعيم ومسانده قويه من جماهيره. واعتقد النادي الاهلي لو فاز في ماتش بتروجيت وفاز في المباراتين اللي جايين ماتش بعده، اعتقد ان الثقه هترجع للاعيبه النادي الاهلي اللي غابت خلال الفتره اللي فاتت دي. ولكن برضو انا مع ان 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 اللي بيحصل على فرصه في النادي الاهلي لابد ان يستغلها. في برضو لعيبه اثرت، خلينا نقول ان في لعيبه اثرت الفتره اللي فاتت ديت، بتاخد فرصتها اكتر من مره مع النادي الاهلي ولكن ما بتستغلها. يمكن انا كنت دايما بقول كريم نيدفيد يمكن من اللعيبه الكويسه جدا، ولكن منذ يعني جاء للنادي الاهلي لم يقدم مستوى اللي كان موجود بيه قبل كده مع وادي دجله. يمكن هو امبارح يمكن امس كان كويس جدا، بس يا ريت بقى يحافظ على هذا المستوى. يعني كريم برضو احمد الشيخ بيأدي احمد الشيخ من اللعيبه كويسه جدا. يعني انا مش عارف ان يعني كان وناصر ماهر يمكن وشريف اكرامي، اللعيبه ديت محتاجه بس محتاجه ثقه، محتاجه تديها دفعه معنويه خلال الفتره اللي جايه. وكريم نيدفيد من اللعيبه الكويسه جدا، اعتقد لو كريم ظل على مستوى الفترة اللي جاية يمكن ما يلعبش مباراة كويس مباراة لا، فأعتقد أن هو هيبقى مؤثر جدا مع النادي الأهلي، هيبقى له دور مع النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي أي حد بيبقى موجود بس الأهم دلوقتي أكيد هو الدعم الجماهيري، لأن أنت مش متخيل قد إيه التأثير السلبي نفسيا على الفريق وعلى الجهاز الفني كمان للنادي الأهلي بسبب هجوم الجماهير. طبعا عذرة جدا الجمهور، جمهور النادي الأهلي هو طول عمره متعود على الفوز، لكن فجأة خروج من دوري أبطال أفريقيا أو الحصول على المركز الثاني، خروج من دور 16 في البطوله العربيه. صحيح. صحيح. الخساره كمان في ماتشين في الدوري المصري الممتاز وانت كمان ما بتلعبش انديه قمه، فاكيد دي كلها صدمات ورا بعض لجمهور النادي الاهلي، صدمات كمان غير متوقعه بالمره. احنا كنا امبارح قاعدين بنتكلم او قال امبارح قاعدين بنتكلم بنقول احنا قدامنا 10 ماتشات ما فيش غنى عن الفوز في لقاء واحد بس. صحيح. صحيح. فجأة نبتدي حتى مش بتعادل لا بخسارة، فطبيعي جدا ان الجمهور ينهار، طبيعي جدا ان الجمهور يهاجم، لكن بالراحة شوية على فرقتنا. احنا محتاجين اكيد المساندة ومحتاجين الدعم عشان نقدر نكمل ان شاء الله في مشوارنا. ونادي الاهلي ياما ضرب امثلة ان هو ممكن يكون يتعثر في بعض المواسم في الوسط، لكن بيقدر بيرجع تاني وبيكون الفرق ما بينه وبين المنافسين نقاط كتير، يمكن بالعشرة و15 نقطة، وبيقدر برضو ان هو يقلب الموازين ويسعد جماهيره ويفوز اللقب. فاكيد انا بطالب طبعا من الجمهور كله انه يساند النادي الاهلي. وبعدين النادي الاهلي يختلف عن انديه كتيره جدا، الانديه الكبيره بتعرف ترجع ازاي. يعني في لعيب يفقد الثقه بنفسه ممكن يقعد شهر شهرين عشان يرجع تاني مستواه الطبيعي، ولكن النادي الاهلي او الانديه الكبيره بشكل عام تقدر ترجع بسرعه جدا. النادي الاهلي طبعا يعني مش مستحمل اي فقدان للنقاط خلال الفتره اللي جايه. لعبت 7 مباريات خسرت منهم 2، تعادلت مع في مباراتين. لو فاز النادي الاهلي في الماتشات اللي جايه هيبقى فرقه ما بينه وما بين الزمالك الاول 3 نقاط، ولسه في مواجهه مباشره مع نادي الزمالك. فاعتقد لسه الامور يمكن لسه الامور يعني حته ده حسم الدوري او الزمالك حسم الدوري لا طبعا لسه بدري جدا جدا جدا، لسه قدامنا دور تاني، عندنا ماتشات كتير جدا. النادي الاهلي بلعبته بخبراته بادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اعتقد ان شاء الله ان شاء الله يعدوا الازمه دي بسلام ويرجع النادي الاهلي لمنصات التتويج وطبيعته في الدوري
ووضعه في الجدول اللي هو معود عليه دايما على طول ان شاء الله باذن الله. لو اتكلمنا عن الاصابات كتير جدا في النادي الاهلي، ويمكن كان اخرها امبارح صلاح محسن في لقاء النادي الاهلي قصاد المقاولين العرب وخروجه بعد 5 دقائق يمكن من بدايه اللقاء، شايف قد ايه مأثرة الاصابات على النادي الاهلي؟ المشكله معظم يعني الاصابات هتلاقيها كلها في اللعيبه الاساسيه عندك وانت مفتقد في فريق مفتقد لعيب او لاعبين اساسيين عنده بتعمل ازمه. تخيلي بقى انت ما يكون كميه الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي ديت، فاعتقد ان ده بيتاثر خاصه ان انت في عندك لعيبه ما كانتش بتلعب اساسيه وبشكل مستمر مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي. كان وليد ازارو طبعا لعيب كبير جدا، صلاح محسن انا زي ما اقول لك من اللعيبه الكويسه جدا، اللي انا بقول فعلا لعيب يستحق ان هو يكون اللاعب الاول او المهاجم الاول في منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. الاصابات طبعا بتبقى بتسبب مشكله كمان للجهاز الفني، دايما بتعتمد على لعيب اساسي وبتظبطي تشكيله معينه، ترجع بعد كده تلاقي 3 مراكز او 4 مراكز عند اصابات، فبتخلق نوع من الـ من الـ من الدربكه للجهاز الفني. فاعتقد النادي الاهلي، اتمنى النادي الاهلي الاصابات كترت، يعني انا شايف النادي الاهلي ظاهره غريبه جدا خلال السنوات الاخيره ان في كثره للاصابات، انا مش عارف سبب ايه لحد، هل حمل زايد على التدريبات اللعيبه، هل اللعيبه ما بتبقاش في تدريبات زياده عليهم، انا مش عارف السبب بصراحه، ده سبب طبي، انما اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت ان الاصابات تقل في النادي الاهلي. يمكن في السنوات اللي فاتت دي انت لو لاحظتي هتلاقي في اصابات كتير جدا، والاهلي بيفتقد يمكن من الانديه القليله جدا في الدوري الممتاز انه بيفتقد كميه كبيره من اللعيبه في كل الماتشات، ودي بتاثر بشكل كبير جدا. خلينا نقول لو لعيبه النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده مع وليد ازارو مع اللعيبه الاساسيه مع احمد فتحي مع اجايي مع اللعيبه دي كانت موجوده في نهائي افريقيا كانت فرق كتير مع النادي الاهلي. النادي الاهلي افتقد في نهائي افريقيا العناصر خبره، لعيبه كويسه بس ما عندهمش الخبرات، خاصه ان هم تعرضوا لضغوط كبيره جدا قبل المباراه. يمكن اللي سافر مع الفريق النادي الاهلي شاف ان فعلا كان في ضغوط كبيره جدا طبعاً نفسيه على لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه اللي كانت موجوده، فده اثر بشكل كبير جدا على اداء. ممكن هقول لك على حاجه، يمكن الترجي كان خايف من النادي الاهلي في هذه المباراه، يمكن كان خايف من النادي الاهلي، انت فايز عليه 3-1 هنا في مصر وكان خايف منك، ولكن ما لقاش المبادره اللي انت تحرزي هدف او الهجمات اللي انت فعلا ترجعيه، استغل هذه الفرصه واحرز هدف في الشوط الاولاني، وده ده الهدف ده اعتقد ان هو كان سبب في خساره الاهلي في هذه المباراه. ان ولكن اتمنى ان شاء الله الاصابات يعني تبقى بسيطه جدا في نادي الاهلي الفتره اللي جايه، كل لعيب مهم بيفتقده النادي الاهلي في مباراه بتبقى بيأثر بشكل سلبي جدا. اتمنى طبعا الاصابات تزول من النادي الاهلي الفتره الجايه، ولو كان في اصابات تبقى خفيفه شويه عن كده يا رب ان شاء الله. طب نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن النادي الاهلي مره ثانيه، فاصل سريع ونرجع نكمل. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم ولسه منورنا استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في جريده الدستور، برحب بحضرتك مره ثانيه. كنا بنتكلم عن النادي الاهلي والكبو او الازمه اللي بيمر بيها النادي الاهلي في الفتره الحاليه، وحضرتك كلمت وقلت اكيد لازم من تدعيمات وصفقات سوبر في النادي الاهلي، شايف ايه هي الاماكن اللي محتاجه فعلا تدعيمات في يناير القادم؟ يمكن محمد الشناوي من الحراس اللي يعني من انا من الحراس اللي انا اعتبره من افضل الحراس موجودين في مصر، والكابتن شريف اكرامي نفس الحكايه، ولكن انا اعتقد ان يمكن الشناوي عنده مشكله بس بسيطه ان هو بيجي في بعض الاوقات ما بيركز، عدم تركيزه في بعض الكرات الخطره دي بتمثل خطوره، انت عارفه أكيد. غلطه الحارس المرمى بجون، يعني انت ممكن راس الحربه يغلط مش هيبقى فيه تاثير عليه، خط الدفاع ممكن يغلط، ممكن الحارس يبقى وراه خط الوسط، ولكن غلطه حارس مرمى دايما بتعلم مع الجماهير. محمد الشناوي محتاج شويه تركيز، اعتقد النادي الاهلي محتاج حارس مع كابتن شريف والكابتن محمد الشناوي. يعني علي لطفي موجود، علي لطفي موجود، يعني علي لطفي اعتقد ان خد فرصته هذا الموسم وما قدمش المستويات اللي حضرتك شايف ان علي لطفي خد فرصه في كذا مباراه، خد فرصه في كم مباراه. بص، هي مشكله النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره اللي انت الفرصه ممكن ما ترجعلكيش تاني، يعني بمعنى لو انت الفرصه ما استغلتهاش في مباراه او مباراتين او ثلاثه صعبه ان انت ترجعي تاني، خاصه لما يكون عندك حارسين كبار زي مثلا شريف اكرامي وعندك محمد الشناوي. اعتقد ان لو في حارس ثالث جه اعتقد ده يعني هيحل ازمه كبيره جدا. يمكن هقول لحضرتك على حاجه، يمكن برضو خلينا نرجع لورا شويه، يمكن كان عصام الحضري كان موجود مع النادي الاهلي، كان بيقدم اول ما جه اتعاقد مع النادي الاهلي كان عنده مشكله كبيره جدا ان في اخطاء
متكرره مع النادي الاهلي. صحيح. عندما تعاقد النادي الاهلي مع نادر السيد بدا عصام الحضري يظهر ويقدم بشكل كويس جدا، انما في حراس مرمى كويسين موجودين، واعتقد ان هو يعني اللي انا شايفه الحارس اللي يناسب النادي الاهلي محمد عواد، ولكن كان محمد عواد اكد في تصريح ان هو في مفاوضات مع نادي الوحده ان هو يجي يتعاقد مع النادي الاهلي، ولكن انا يعني هو فضل ان هو يستمر مع الوحده السعودي، بيقدم وشغال كويس جدا، بيقدم مستويات رائعه. اعتقد النادي الاهلي محتاج حارس مرمى، محتاج ظهير ايسر. حراسة المرمى في النادي الاهلي ليش ناوي يعني، برغم ان اكيد كل لاعب في الدنيا بيجي له فترات من عدم التوفيق عدم الاتزان، ده بيحصل لكل لاعب في الدنيا في اي مركز من المراكز، لكن هنرجع برضو هنلاقي ان احمد الشناوي او محمد الشناوي عفوا هو اللاعب الوحيد في منتخبنا الوطني الاول اللي رفع راسنا. لا انا ما اختلفناش على محمد الشناوي، ان هو انا قلت لك في البدايه محمد الشناوي من افضل الحراس الموجودين في مصر، حارس عنده امكانيات كبيره جدا وظهر بشكل كويس، حتى لما جات له الفرصه مع منتخب مصر وما كانش بيشارك في ماتش البرتغال، كان ماتش صعب جدا، ادى بشكل كويس جدا، ولكن هي مشكله محمد ان هو في بعض الكرات ما بيركز، عدم تركيزه او تمركزه الصحيح ده بيسبب له ازمه. طيب ولكن كحارس في محتاجين في باك شمال، علي معلول لما اصيب في عجز عندك في ناحيه الشمال، متاثرين ايمن اشرف بيلعب فيها ساعات، ولكن يعني برضو يعني ايمن اشرف يمكن ظهر مع النادي الاهلي هو كان مكانه الاساسي لما تعاقد مع الاهلي ناحيه الشمال، ولكن هو ادى في حته القلب الدفاع افضل، فاعتقد ان برضو الباك الشمال عندك النادي الاهلي عنده ازمه فيه دلوقتي، ولكن الباك اليمين عندك محمد هاني موجود، عندك احمد فتحي موجود، اعتقد ان انت محتاجه برضو واحد في قلب الدفاع، واحد كويس يكون مع كولوبالي الفتره اللي فاتت دي برضو الى حد ما مش مركز مع النادي الاهلي، مش عارف في اخطاء كده حتى في ماتش امبارح، يمكن لو اتكلمنا عن خطا كان خطا لعيب من مقاولين استلم الكوره، يعني هو وقع ولكن استلم الكوره بدون اي ضغط من كولوبالي في المناطق دي، انا لو انا بلعب قلب دفاع ما اخليش المهاجم يلف باللفه دي ويشوط الكوره بالمنظر ده. فمحتاجين واحد في قلب الدفاع، محتاجين اثنين خط وسط، واعتقد ان انت محتاجه مهاجم خلال الفتره اللي جايه دي برضو يكون تدعيم بسبب كثره الاصابات، انت عارفه لو ما فيش اصابات كتيره في النادي الاهلي يعني مروان موجود كويس، عندك صلاح محسن كمان، عندك وليد ازارو كويس. خليني اسالك عن الدوري المصري الممتاز عامه، ومين افضل لاعب او مين اكتر لاعب لفت انتباهك في هذا الموسم؟ يعني خلينا نقول وليد سليمان في النادي الاهلي، يعني ظهر بيقدم افضل مستوياته في النادي الاهلي، يمكن هو الفتره اللي فاتت دي يمكن كان سبب يعني بعد توفيق ربنا طبعا ان النادي الاهلي يوصل لنهائي افريقيا، كان وليد سليمان من افضل اللعيبه اللي انا شايفها موجوده في الدوري المصري، بيقدم مستويات رائعه رغم الكبوات اللي بيمر بها النادي الاهلي، ولكن بيبقى له بصمه في الماتشات، فاعتقد ان هو وليد سليمان. انا لو بتسالين على افضل لاعب هقول لك وليد سليمان هو افضل لاعب من وجهه نظري انا. شايف الاجانب دورهم عامل ازاي في الدوري؟ لا اعتقد ان هم مقدمين في بيراميدز كينو ده لعيب كويس جدا برضو، لعيب برازيلي بيقدم مستويات رائعه، في جون انطوي في مصر طبعا لعيب كويس جدا، بس وفي كلام ان في مفاوضات مع النادي الاهلي مع ازارو طبعا بيقدم، بس هي المشكله انا بتكلمين على فتره في الدوري الاهلي ما لعبش كتير في الدوري، ولكن الفترات اللي لعب فيها اللعيبه ديت سواء في المقاصه جون انطوي او كينو في بيراميدز مقدم مستويات رائعه، واعتقد ان النادي الاهلي برده في بيبص لكينو ان هو اللي هو بيبص لجون انطوي عاوز يتعاقد معاه، واعتقد ان جون انطوي يمكن كم مره الاهلي يتفاوض معاه الفتره اللي فاتت دي، بس هو حاسس براحه نفسيه مع مصر المقاصه، كان موجود في النادي الاهلي ورحل عن النادي الاهلي وهو شايف ان هو يستمر افضل في نادي مصر اصلا وبيقدم مستويات رائعه. يعني اعتقد هم دول افضل لعيبه موجودين في الدوري المصري بالنسبه للاجانب. صحيح. استاذ رامي رجب ناقد رياضي في جريده الدستور، نورتنا النهارده في كلام كده. انا سعيد ما اكون موجود معاكي، وسعيد ان اكون موجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. شكرا لحضرتك مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء، يوم سعيد على حضرتك.